جديتي ولا لسه؟ فهمني بقى ايه حكايتك؟ وايه عاشور السايس ده؟ حكايتي ان انا بخاف عليكي. اوعى تكون بتحبني انت كمان. لا، ما من ناحيه بحبك، انا بحبك وبحبك قوي ومن زمان، بس ما كنتش عارف اقولك ازاي. هو انت بتخرف بتقول ايه؟ هو انا ناقصك؟ انتي مش ناقصه غيري. انا طول عمري كنت ببقى هتجنن لما بلاقيكي تعبانه ولا زعلانه ومش قادر اقرب منك واخدك في حضني واقولك ما تخافيش، اخوك الكبير في ظهرك وهيحميكي. اخويا؟ ايوه، اخوك اللي كان بيفرح ويزقطط لما يلاقيكي فرحانه لاي سبب، ويزعل ويتغم لما يلاقيكي زعلانه لاي سبب برضه. بس للاسف كان ممنوع اظهر ان انا فرحان ولا ان انا زعلان. لا بص، انا مش ناقصه اي صدمات في حياتي. انا اتصدمت في امي وفي ابويا واخويا وعمي وكل الناس، كل الناس. فمش ناقصاك انت كمان تيجي تقولي ان انا كل حاجه في حياتي غلط. ماشي، صدقيني اللي بقوله لك دلوقتي ده هو الحاجه الوحيده اللي صح. انا اسمي ليل عاشور السايس، وابويا يبقى عاشور السايس اللي هو يوسف ابراهيم الملكي بس المزيف. لا، دي هبت منك على الاخر. انت اكيد بتهزر يعني. كمان ابويا ما يطلعش ابويا، هو ايه الهزار ده؟ اسمعيني، اللي بقولهولي ده هو الصح. عاشور السايس يبقى هو نفسه يوسف الملكي. طبعا مش مصدقاني. اكيد مش مصدقاك. يعني ايه اللي بتقوله ده؟ اوكي، اركبي وانا هثبت لك. اتفضلي اركبي. خلاص خدتي راحتك وشربتي العصير، اتفضلي. يلا مع السلامة. انت بتطردني من بيتي؟ ما بقاش بيتك اصلا. امال بيت مين يا عاشور يا سايس؟ مش القسط عاشور برضو؟ مين القسط عاشور ده؟ وانت مش عارفه بجد ولا عامله لنفسك مش عارفه؟ لا، هي مش عارفه بجد، هي كمان متغفله، حتى ما تعرفش ان انا ابقى ابني. مش كده ولا هي مرات ابويا؟ مرات ابوك؟ رد عليا يا يوسف، الكلام اللي بيقوله ده واللي انا سامعاه ايه؟ انا ما ضحكتش على حد فيكم. كلها دفاتر قديمه وغار عليها الزمن، مش باقي لي منها غير ليل ابني اللي ما عرفتش اربيه صح. معلش، حقك عليا، انا اسف. اصلك ما كنتش فضيلي. على العموم انا عملت اللي عليا. سلام يا اختي. سلام يا مرات ابويا. باي باي يا بابا. انا من النهارده مش عايزه اشوف حد فيكم تاني. انتوا بطوا بالنسبه لي. جوري جوري، ابعدوا عني، ابعدوا عني، دمرتوني، دمرتوني حياتي. انا هاخد الواد الصغير ده وهبعد عنكم. انا بقيت يتيمه، ربنا ياخدكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت تستاهل الحرق، ضيعت عمري كله معاك في كلمه. انت احقر انسان شفته في حياتي. انسان ده ايه؟ انت مش انسان.